بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 16 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ، أجمل ترحيب، فأهلا مرحبا شيخ صالح، حياكم الله وبارك فيك. هذه سائلة أختكم في الله أم الفيصل من الدمام، تقول: هل المداومة على صيام كل اثنين وخميس وكذلك قراءة سورة الكهف أيضا في كل يوم جمعة وعدم ترك ذلك لا في سفر ولا في حضر، هل يعد ذلك من البدع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع سنة، ومن يصوم هذين اليومين ويداوم على ذلك فإنه يرجى له الأجر والثواب من الله عز وجل، لأنه عمل بالسنة، وليس ذلك من البدع، بل هذا من السنة لورود الأدلة على ذلك. وأما قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة فقد ورد فيها أيضا ما يدل على فضيلة ذلك، فلا يعد من فعله وداوم عليه مبتدعا، لأنه قد ورد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مشروعيته، فيرجى لمن فعله وداوم عليه الأجر والثواب إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم. تقول السائلة أم الفيصل من الدمام: هل وضع المرأة المشطة المائلة لشعرها، أي أنها تقسم الشعر قسمين أحدهما أكثر من الآخر، هل وضع الشعر بهذه الطريقة حرام؟ وهل يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مائلات مميلات؟ أرجو بهذا إفادة. يخشى أن يكون هذا داخلا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في النساء المائلات المميلات، لأن بعض العلماء فسر الحديث بذلك، وهي التي تمشط المشطة الميلة، فيخشى أن يكون هذا العمل هو المقصود بالحديث. فعلى المرأة أن تتجنب ذلك، وتتجنب كل ما فيه تشبه بالكافرات أو فيه فتنة أو ما يخالف ما عليه المسلمون. فإن الواجب على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تتجنب التشبه بالكافرات، وأن تتجنب الفتنة في شعرها وفي ملابسها وفي مشيتها وفي كل ما يخشى منه الفتنة. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل من الرياض يقول: ما حكم أكل العربون في البيع والشراء وغير ذلك؟ الصحيح أن ذلك لا بأس به، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. والعربون معناها أن يشتري سلعة ويشترط الخيار مدة ويدفع قسطا من الثمن، فإن عزم على السلعة أكمل الثمن، وإن لم يعزم عليها فإن هذا الجزء المدفوع يكون للبائع، نظير حبسه للسلعة مدة الخيار، فهذا على الصحيح لا بأس به. نعم، جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة الرياض. السائلة أم خالد تقول في هذا السؤال: أرجو من فضيلتكم شرح كيفية غسل الميت، وهل يترك السدر على جسده أم ينظف؟ أفتونا أثابكم الله. غسل الميت أن يوضع على سرير الغسل برفق مستلقيا، وأن يعصر بطنه برفق حتى يخرج ما هو مستعد للخروج من جوفه، ثم ينجى، بمعنى أنه يغسل المخرجان، يعني يجرد من ثيابه ويوضع سترة على عورته، ثم يعصر بطنه كما ذكرنا حصرا خفيفا، ثم يلف الغاسل على يده فرقة ويدخلها من داخل السترة التي ما بين السرة والركبة، يدخلها إلى عورة الميت وينجيه، بأن ينقي
المخرجين السبيلين ويغسلهما بالماء، ويكون كما ذكرنا مستور العورة، ويدخل يده من تحت السترة، وتكون اليد أيضا عليها لفافة لئلا يباشر مس العورة، وإنما يكون ذلك من وراء اللفافة التي على اليد. ثم يوضئه كوضوئه للصلاة، إلا أنه لا يدخل الماء في فمه وفي أنفه، وإنما يدخل خرقة مرطبة بالماء يدخلها في فمه فيمسح أسنانه، ويدخلها في أنفه يمسح داخل أنفه بهذه الخرقة المرطبة بالماء. هذا يكون بدل المضمضة والاستنشاق. ثم إنه يوضيه وضوءا كاملا، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسمه، يفيض الماء على جسمه ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته، ويفيض الماء على جسمه ويجعل السدر مع الغسل من أجل أن ينظف الجسم، ويكفي عن السدر الصابون المعروف الآن، والأكمل أن يغسله 3 مرات، وإذا اقتصر على غسلة واحدة منقية فإنها تكفي، ولا يترك على جسمه شيئا من الستر، بل يغسله وينظفه، وإنما يضع على جسمه شيئا من الطيب، على منافذ جسمه شيء من الطيب يجعل في قطن، ويجعل على منافذ جسمه كعينيه وفمه ومنخريه، ويضع من الطيب أيضا في مغابن جسمه، في طي ركبتيه وبين فخذيه ومغابن جسمه، ثم يلفه بالأكفان ويعصبه حتى تثبت الأكفان عليه، بوضع أصائب فوق رأسه وفي وسطه وعلى رجليه وهكذا. نعم، جزاكم الله خيرا. في سؤالها الثاني تقول السائلة أم خالد من الرياض: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى المسجد من بيتها للصلاة على جنازة أم لا يجوز لها ذلك؟ والمرأة تصلي على جنازة إذا كانت حاضرة بالمسجد فقط؟ أفتونا مأجورين. نعم. تقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى المسجد من بيتها للصلاة على جنازة أم لا يجوز لها أن تذهب؟ فأفيدونا بهذا مأجورين. صلاتها على الجنازة مع الرجال جائزة، ولكن بقاؤها في بيتها أفضل، لأن خروجها للفريضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فبقاؤها في بيتها وصلاتها في بيتها الفريضة أفضل من صلاتها مع الرجال في المسجد، فذلك صلاة الجنازة الأفضل لها أن تبقى في بيتها وأن تدعو للميت، تدعو للميت، وهذا ينفعه إن شاء الله. نعم. وإذا كانت الشيخ صالح المرأة في المسجد ووضعت جنازة تصلي عليها مع الرجال؟ لا بأس بذلك، حتى لو خرجت وصلت مع الرجال لا بأس بذلك، جائز، الجواز جائز، ولكن الأفضل ألا تخرج. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل إبراهيم أبو حامد الرياض له مجموعة من الأسئلة. يقول في السؤال الأول: ماذا ورد في فضل زيارة المرضى؟ ورد فضائل كثيرة وأحاديث كثيرة في فضل زيارة المريض والدعاء له بالشفاء، لأن في ذلك تطيبا لخاطر المريض ومواساة له، وقد جاء أن الذي يزور المريض أنه يخوض في الرحمة، وأنه في خرفة الجنة يعني جناها، وغير ذلك من الأحاديث التي ترغب في عيادة المرضى. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل في سؤال له: الدعوة إلى الله هل هي واجبة على كل مسلم أو على البعض من الناس؟ الدعوة إلى الله واجبة على من استطيع الدعوة وعنده الأهلية لذلك، يعني يكون عنده علم بما يدعو إليه، وأن يكون عنده حكمة الدعوة إلى الله عز وجل. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أن يكون عنده صبر وتحمل المشقة، وكما ذكرنا أن يكون أيضا عنده احتساب ونية صالحة، لأن يتجرد من محبة الشهرة ومحبة الثناء من الناس، وإنما يكون قصده وجه الله عز وجل، لأن الله جل وعلا يقول: وادعوا إلى ربك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو إلى الله. فالمسلم يدعو إلى الله ولا يدعو إلى نفسه، ويريد من ذلك الشهرة والثناء من الناس، فإن ذلك محبط للعمل دعوة وغيرها. فإذا توفرت فيه هذه الشروط: أولا العلم بما يدعو إليه، ثانيا الحكمة في وضع الأمور في مواضعها،
ثالثا التدرج في الدعوة، البداء بالمهم، البداء بالأهم ثم المهم، يتدرج في ذلك، ثم الصبر والاحتساب والرفق وعدم اليأس، كل هذه من صفات الداعية المسلم. أما الذي لا تتوفر في هذه الشروط فإنه لا يدخل في موضوع الدعوة، ولكن يكون محبا لها ومحبا لأهلها وراغبا في هذا العمل، يحبه ويحب أهله ويتمنى أن يقوم به لو استطاع، إنه يثاب على نيته وقصده. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل أيضا يقول في هذا السؤال: بعض الناس يعتقد أن قضاء صيام رمضان يشترط فيه التواصل وعدم الانقطاع، هل هذا صحيح فضيلة الشيخ؟ قضاء صيام رمضان لا يجب فيه التتابع، ولكن التتابع أحسن لأنه أسرع في أداء الواجب وإبراء الذمة، ولو فرقه جاز ذلك، لأن الله جل وعلا يقول: فعدة من أيام أخر، ولم يقل متتابعة، بل أطلق سبحانه وتعالى عدة الأيام ولم يشترط فيها التتابع، فيجوز القضاء متتابعا ويجوز متفرقا، ولكن التتابع أفضل. نعم، جزاكم الله خيرا. البعض من الناس يسمي الأولاد والبنات ويأخذ هذه الأسماء من بعض الآيات القرآنية، فهل هذا جائز؟ لا مانع من ذلك، كان يسمي أفنان أو بيان أو إيمان أو ما أشبه ذلك، لا مانع من ذلك، لأن الأصل الجواز، ومن ادعى المنع في شيء من ذلك فعليه الدليل. نعم، بارك الله فيكم. السائل حاء راء من الأردن له هذا السؤال، يقول: هل يجوز طرح السلام على جماعة المصلين في المسجد، وكيف يكون الرد؟ نعم، يشرع السلام، يستحب السلام إذا جاء إلى ناس مجتمعين في المسجد أو في غيره، البداء بالسلام سنة المسجد وفي غيره. نعم، هل سنة الجمعة القبلية بدعة أم لا؟ الجمعة ليس لها سنة قبلها، ولكن المسلم إذا جاء إلى المسجد لصلاة الجمعة فإنه يصلي ما تيسر له، وليس ذلك من قبيل الراتب، وإنما هو من قبيل النفل المطلق، وأقل شيء في ذلك تحية المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب صلاة الجمعة أمر وهو جلس أمره أن يقوم ويصلي ركعتين، وإنما راتبة الجمعة تكون بعدها، راتبة الجمعة تكون بعدها، أكثرها 4 ركعات بسلامين وأقلها ركعتان، وبعض أهل العلم يقول: إذا صلاها في المسجد فإنه يصلي 4 ركعات، وإذا صلاها في بيته فإنه يصليها ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة في بيته ركعتين. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل الذي رمز لاسمه بسين عين يقول: فضيلة الشيخ، هل من مات على الشرك الأصغر يكون تحت المشيئة يغفر الله له، أو يدخل في عموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن الشرك الأصغر يدخل في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا بد أن إذا لم يتب منه فلا بد أن يعذب عليه، ولكنه إذا عذب فإنه لا يخلد في النار كما يخلد صاحب الشرك الأكبر، وإنما يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج من النار كغيره من عصاة الموحدين. ومن العلماء من يرى أنه يدخل تحت المغفرة، أن الشرك الأصغر يدخل تحت المغفرة ويكون تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه به، وأن قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يراد به الشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما هي العقيدة التي تبنى عليها صحة الأعمال؟ نرجو منكم في هذا إجابة. العقيدة التي تبنى عليها صحة الأعمال هي العقيدة القائمة على التوحيد الخالص التي ليس فيها شرك، هذه هي العقيدة التي تبنى عليها صحة الأعمال. وأما العقيدة التي لا تنبني عليها صحة الأعمال فهي العقيدة المختلة الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الشرك الأكبر يحبط الأعمال، قال تعالى:
ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك الأكبر هو الذي يحبط الأعمال. أما العقيدة التي سلمت من الشرك الأكبر فهذه تنبني عليها صحة الأعمال وقبولها بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يدل على أهمية العقيدة وتصحيحها والعناية بها، ويدل على خطورة الشرك ووجوب الابتعاد عنه. ولا يمكن للإنسان أن يبتعد عنه إلا إذا عرفه، لأن الذي لا يعرف الشيء يقع فيه. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ صالح. السائلة لام راء ألف الحربي جدة تقول في هذا السؤال: توجد امرأة ملتزمة بشرع الله ومتزوجة من زوج طيب المعاملة بارا بوالديه، لكنه يصلي في المنزل مع أنه جار للمسجد، وقد نصحته وقد نصحته الزوجة كثيرا بالذهاب إلى المسجد، ولكن يعتذر عن ذلك بأعذار واهية، مع العلم بأنه ليس لها بعد الله غير هذا الزوج، فماذا تفعل؟ وهل عليها إثم إذا لم يذهب لأداء الصلوات في المسجد؟ وجهوني مأجورين. تركه للصلاة في المسجد من غير عذر هذا نقص عظيم وترك لواجب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على المسلمين الصلاة في المساجد، وتوعد الذين يتخلفون عن الصلاة في المساجد من غير عذر، ووصفهم بالنفاق. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وهم صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة، أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وجاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يصلي في بيته لما يلقى من المشقة في طريقه إلى المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، فإني لا أجد لك رخصة. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، إلى غير ذلك من الأحاديث. فهذا الرجل يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يصلي مع الجماعة، ويجب على المرأة السائلة أن تناصحه وأن تكرر النصيحة معه، لعل الله أن يهديه. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة تقول: لقد انتشر في قريتنا عند ذهاب شخص لأول مرة للحج أن يقوم الأهل أو أهل هذا الحاج بعمل طعام ودعوة للجيران، فما حكم ذلك؟ وهل هذا من البدع؟ التزام ذلك يكون من البدع، لأنه لا يشرع أن المسلم إذا أراد أن يحج أن تعمل وليمة وأن يدعى الجيران، أو إذا قدم من الحج كذلك أن تعمل وليمة ويدعى الناس إليها. التزام ذلك واعتقاد أنه من الواجبات هذا يكون من البدع. أما إذا عمل بعض الأحيان عند قدوم الحاج ابتهاجا بقدومه وشكرا لله عز وجل على قدومه فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: ما حكم لبس البنطال الفضفاض عند النساء وعند الزوج؟ وهل في لبس البنطلون تشبه بالكافرات؟ الواجب على المرأة الستر، وأن تلبس الثياب الساترة التي ليس فيها تشبه بالرجال أو تشبه بالكافرات. وكل امرأة تلبس ما اعتاده المسلمون في بلدها، ولا تعدل عنه إلى لباس أجنبي عن لباس بلدها. هذا هو الواجب على النساء. ولبس البنطلون هذا فيه تشبه بالرجال، لأن أغلب من يلبس البنطلون الرجال. وفيه أيضا ناحية أخرى وهي الضيق ووصف أحجام جسم المرأة وعجيزتها، وهذا يحصل بسببه فتنة. فالمرأة لا تلبس البنطال، وإنما تلبس الثوب الواسع. حتى الثوب الضيق لا يجوز لها أن تلبسه، لأنه يبدي تقاطيع جسمها، فكيف بلبس البنطال؟ إنه أشد ضيقا من الثوب الضيق. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان.